الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، استمعنا إلى آيات كريمات فيها ذكر لخبر ونبأ القوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام، وهم قوم اقترفوا فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، ورذيلة هي من أخص الرذائل وأحقرها وأشنع الذنوب وأفحشها، وهي معصية قذرة نتنة وفاحشة رذيلة وسيئة للغاية، ألا وهي أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. وهذه الفعلة الشنيعة والصفة القبيحة التي اتصف بها هؤلاء القوم تدل على مسخ في العقل وانحراف في الفطرة وتحول إلى حياة بهيمية بل أحقر من حال بهيمة الأنعام، لأن أهل العلم ذكروا أن هذه الفعلة لا تعرف حتى في بهيمة الأنعام، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، أو حماراً ينزو على حمار، أو ثوراً ينزو على ثور، أو كلباً ينزو على كلب، هذا لا يعرف في بهيمة الأنعام وفي الحيوانات، وإنما توجد هذه الفعلة في من مسخ عقله وانحرفت فطرته وأصبح لا يرى الأمور إلا بشهوانية عمياء، فليس له همه إلا قضاء الشهوة ولو في أعفن الأمور وأحقرها وأردلها وأخسها. وعوقب هؤلاء القوم بعقوبة عظيمة جدا ونكال شديد، بعث الله سبحانه وتعالى عليهم ملكا فجعل عالي القرية سافلها، أي القرية بكاملها قلبت الأعلى إلى الأسفل، وذلك القلب عقوبة لهم لقلب العقول ومس النفوس والانحراف الشديد الذي وقع فيه هؤلاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وأيضا مر معنا في سورة الذاريات قول الله سبحانه وتعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وذكر الله سبحانه وتعالى لخبر هؤلاء ونبأهم وما أحل بهم سبحانه وتعالى من عقوبة حتى يعتبر العاقل ويتبصر اللبيب ويعرف أن هذه الحقارات والرذائل لا يجنى منها إلا الحياة البئيسة والعقوبة في الدنيا والآخرة، مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم. ولهذا من يبتلى بهذه الفعلة يبتلى بأنواع من الآفات والعواقب الوخيمة التي يمر عليه ألوانا منها في دنياه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقصص القرآن إنما ذكرها الرحمن جل وعلا لعباده ليعتبر العاقل ويتبصر الغافل ويرجع الخاطئ والضال ويحمد الله سبحانه وتعالى المعافى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين.
وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. صلى الله وسلم على رسول الله.